شيخ بارك الله فيكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والأمر هنا هل للوجوب أم للمندوب؟ هل هو للتحريم؟ تحريم؟ أقول هل هو للتحريم أو للكراهة؟ أو للوجوب؟ للوجوب أو للتحريم؟ لا، هل هو للتحريم أو لا؟ لأنه قال لا يجلس نهي، فهل هذا النهي للتحريم؟ وإذا كان للتحريم صارت الركعتان من الواجب. اختلف فيها العلماء، أكثر العلماء على أنه سنة، أن تحية المسجد سنة، وبعضهم يرى أنها واجبة. والقول بالوجوب قوي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب، فدخل رجل المسجد فجلس فقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وأمره أن يقوم فيصلي، مع أنه إذا صلى سوف ينشغل بالصلاة عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب، ولا اشتغال عن واجب إلا إيش؟ إلا بواجب. فالقول بهذا قول، لكن بعض الأشياء قد تضعف القول بالوجوب، كدخول الإمام يوم الجمعة، فإنه يصعد المنبر ولا يصلي، وكدخول الإنسان المسجد الحرام للطواف فإنه يطوف ولا يصلي. وكذلك أيضا قضايا ظاهرها عدم الوجوب، مثل قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه، فجاء فدخل المسجد وقام الناس يهنئونه، وظاهر القصة أنه لم يصلي ركعتين. فهذا مما يضعف القول بالوجوب، لأن القول بالوجوب ليس بس مجرد واجب وغير واجب، القول بالوجوب يقتضي أن من جلس ولم يصلي فهو آثم، وثبوت الإثم مع الاحتمال يتوقف فيه الإنسان. لكني أنا أقول لكم أيها الإخوة نصيحة عامة، إذا ورد النهي فاجتنبه ولا تسأل هل هو التحريم أو الكراهة، إذا ورد الأمر فاتبعه ولا تسأل هل هو للوجوب أو للاستحباب. فالصحابة رضي الله عنهم إذا أمرهم الرسول بشيء ما يقولون يا رسول الله قصدت الوجوب أو الاستحباب، يفعلون على طول. والحقيقة أن الإنسان يتهم إذا سمع أمر الله ورسوله ثم قال هل هو للوجوب أو للاستحباب. أنت مأمور أن تفعل، إذا سمع النهي يقول هل هو للكراهة أو للتحريم، أنت مأمور أن تترك. نعم إذا تورط الإنسان وفعل، نعم ولم يفعل المأمور ولم يترك المنهي عنه، إذا تورط حينئذ نبحث هل هو للوجوب أو للاستحباب. أما من قبل فنصيحتي لكل مؤمن إذا سمع أمر الله ورسوله أن إيش؟ أن يقول سمعنا وأطعنا ويفعل، وإذا سمع النهي أن يقول سمعنا وأطعنا ويترك ولا يخاطر بنفسه. وأشد الناس انقيادا لأمر الله ورسوله هم أقوى الناس إيمانا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أطلب هذا، أطلب الفلاح، ثم إنك إذا فعلت المأمور سواء واجب ولا غير واجب طاعة لله ورسوله ازداد قلبك إشراقا وإيمانك قوة، وصرت مع شرع الله أمرا ونهيا. لكن إذا صرت تتعنت هل هو واجب ولا غير واجب فهذا أمر لا ينبغي. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الطاعة. نعم.